جيت بسوي لي شاي فحطيت ماي من الحنفيه عشان اسخن ماي. فامي قالت لي شلون تحط ماي من الحنفيه وتشربه؟ احنا عندنا في الخليج مياه الحنفيه والماي اللي من الحكومه يعتبر من اجود انواع الماي، مطابق للمعايير العالميه، يعني تقدر تشربها عادي ما في اي مشكله، ما راح يضرك ولا راح يسبب لك مشاكل صحيه، ولا الماي المعبى او البطوله اللي احنا نسميه بطل ماي صحه، او اللي يصير ماي عذب هذا اللي تنباع مو احسن منه، كلهم نفس الشيء. اذا انت تستخدم ماي البيت كل عليك تسويه انك تحط فلتر ويكون فلتر جودته عاليه وتعتني فيه، يعني تغير الفلتر اللي فيه داخل بشكل مستمر بناء على توصيات الشركه مال الفلتر. فماي الحنفيه ممتاز جدا، ما في ماي ينباع احسن منه، كلهم نفس الشيء.